نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. الرئاسة الفرنسية تعلن موافقة بوتين وبايدن على عقد قمة بشأن أوكرانيا بناء على مقترح ماكرون. ولوغانسك تعلن مقتل شخصين في قصف للقوات الأوكرانية على منطقة سكنية. مصدر عسكري يمني للميادين: انتكاسة التحالف السعودي في حرض هي الأكبر في نوعها، والإعلام الحربي يوثق بالمشاهد انهيار قواته في المدينة الاستراتيجية. أهلا بكم. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الروسي والأمريكي وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا بناء على مقترح ماكرون. وأضاف الإليزي في بيان أنه لا يمكن عقد القمة إلا بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا، وقال إن ماكرون سيساعد في إعداد ما ستتناوله على أن ينسق جدول أعمالها وزير الخارجية الروسي والأمريكي. ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه سيتم لاحقا توسيع القمة لتشمل جميع الأطراف المعنيين. وفي الإطار ذاته قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وافق مبدئيا على عقد قمة مع بوتين بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو. وكان ماكرون قد بحث مساء أمس الأزمة الأوكرانية مع بوتين، الذي شدد على ضرورة تعامل الولايات المتحدة والناتو بكامل الجدية مع مطالب روسيا بوضع الضمانات الأمنية وردهما عليها على نحو دقيق وجوهري. بوتين حذر خلال حديثه مع ماكرون من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر الحديثة يدفع كييف إلى حل ما يسمى قضية دونباس بطريقة عسكرية. ووفق بيان الكرملين قال بوتين إن كييف تقوم بمحاكاة عملية التفاوض وترفض بإصرار تطبيق اتفاقات مينسك. الكرملين أفاد بأن الرئيسين قررا بجدوى تكثيف البحث عن حلول عبر الوسائل الدبلوماسية. ومعنا من سمفروبل الموفد الميادين إلى القرم سلام العبيدي. صباح الخير سلام، يبدو بأن القمة المشروطة والتي تمت الدعوة إليها بوساطة فرنسية ستعقد خلال الأسبوع القادم ما لم يحدث الغزو، ما الذي يمكن أن تحققه هذه القمة فيما فشلت فيه القمم السابقة؟ أهلا بك أحمد. طبعا هي مبادرة فرنسية تم الإفصاح عنها من قبل باريس بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الرئيس الفرنسي ماكرون مع نظيره الروسي بوتين وأيضا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ووفق مصادر فرنسية فإن ماكرون يوم أمس اتصل مرتين بالرئيس الروسي، يبدو أنه كان يحتاج إلى أن يجري اتصالات على ما يبدو مع الجانب الأمريكي أيضا، وبعد أن تكلم مع زيلينسكي. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي روسي على المبادرة الفرنسية بعقد قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن، لكن المؤكد أن تمهيدا لهذه القمة سيجتمع وزراء خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة في 24 من الشهر الجاري. يحكى عن أن هذا الاجتماع سيعقد في أوروبا. مصدر في رئاسة فنلندا أكد لي بأن فنلندا عرضت أن تكون هلسنكي مكانا لهذا الاجتماع، وليس فقط في هذا الاجتماع بين الوزيرين لافروف وبلينكين، وأنما أيضا بين الرئيسين بوتين وبايدن أن أراد ذلك. وفنلندا مستعدة لتقديم كل الخدمات في هذا المجال، ولكنها لا تلح في هذه المسألة وتترك الخيار لكل من موسكو وواشنطن. بلا شك لقاء لافروف وكلينتون سيكون بمثابة الإعداد لهذه القمة التي يفترض أن تسهم بقسط كبير في خفض التصعيد حول الأزمة الأوكرانية، وأيضا ستكون بمثابة تلك الساحة التي ستبحث فيها القضايا المتعلقة بالضمانات التي تريدها روسيا في مجال الأمن. وهنا أيضا لا بد من الإشارة إلى أن المبادرة الفرنسية هي ليست فقط على الخط موسكو واشنطن، وأنما أيضا فرنسا اقترحت عقد قمة أوسع تشمل روسيا ودول أوروبا، لأن الحديث يجري عن الأمن في أوروبا ويجب أن يكون لأوروبا دور في ذلك، خاصة في ضوء أن موسكو في السابق كانت تعتقد بأن هذه الأمور يجب أن تبحث فقط مع واشنطن، لكن نرى في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة حراكا دبلوماسيا نشطا على خط باريس موسكو وبرلين موسكو. لذلك مثل هذه القمة قد تكون فعلا مهمة
أقصد القمة الأوروبية بمشاركة روسيا، لأن هناك تفاوت في المواقف بين كل من واشنطن من جهة وعدد من الدول الأوروبية من جهة أخرى. في كل الأحوال هذه القمة هي فعلا يمكن أن نصفها القمة المرتقبة بين بايدن وبوتين، يمكن أن نصفها بقمة الفرصة الأخيرة، وتلك القمة التي ستحدد هل الخيار سيكون في اتجاه المزيد من التصعيد وربما الصدام العسكري في أوكرانيا، وأما قمة بدء خفض التصعيد والمضي قدما في الحل الدبلوماسي الذي يجب أن يأخذ في نظر الاعتبار القلق الروسي فيما يتعلق بالضمانات الأمنية. أحمد، نعم، من سنفروب الموفد الميادين إلى القرم، سلام العبيدي، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم جلسة جديدة في بروكسل لمناقشة موضوع الأمن الأوروبي في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن دبلوماسي أوروبي قوله أن الأمن الأوروبي سيكون في أولويات المحادثات، كما ستتم مناقشة الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا. اعتبرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يتطلب وقتا، وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن قالت إن احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما. أحترم رغبة الرئيس زيلينسكي في أن يكون عضوا في الناتو. عضوية الناتو تتعلق بانضمام الدول كمجموعة لتتخذ قرارات جماعية بشأن المبادئ وماهية شروط العضوية ومعاييرها، وهذه هي العملية، وهي لا تحدث بين ليلة وضحاها. لا يمكن لدولة واحدة أن تقول أنا أريد أن أكون وسأكون كذلك، ولا يمكن لدولة أخرى أن تقول لا يمكنك أن تكون كذلك. وزير الدفاع الأوكراني إليكسي ريزنيكوف استبعد شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة. بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الوقت قد حان لكي ترسل أوروبا إشارة واضحة مفادها بأن أوكرانيا ستصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي. حان الوقت لمنح أوكرانيا وجهة نظر أوروبية تقرر بوضوح وتقول إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، ومن المهم فعل ذلك الآن لأنه سيكون إشارة واضحة لروسيا إلى أنه مهما كان ما تفعله وعلى الرغم من الاستفزازات فإن أوكرانيا دولة أوروبية من جميع النواحي وستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. وفي الولايات المتحدة، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعا برئاسة الرئيس جو بايدن. وقبيل الاجتماع حذر وزير الدفاع لويد أوستن في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية من أن كييف قد تشهد أعدادا كبيرة من القوات القتالية الروسية تتحرك بسرعة للسيطرة عليها. يمكن أن ترى كمية كبيرة من القوات القتالية تتحرك بسرعة كبيرة للاستيلاء على كييف، وفيما يتعلق بالأشياء التي يمكن أن تحدث يجب النظر إلى ما يوجد على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية والذي يمثل مأساة حقيقية فيما يخص تدفق اللاجئين. من المحتمل أن يكون هذا التدفق خطرا للغاية. ميدانيا، أعلنت السلطات في لوغانسك مقتل مدنيين في قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على طول خط التماس. وأشارت السلطات إلى أن القصف استهدف مواقع الشرطة والمناطق المدنية في العمق، مؤكدة أن القوات الأوكرانية قصفت أمس أكثر من 20 نقطة سكنية. ولفتت السلطات إلى أن الوضع في دونباس تدهور بشدة خلال الساعات الأخيرة. تجري السفن البحرية الروسية بالتعاون مع الطيران البحري مناورات للبحث عن غواصات في البحر الأبيض المتوسط حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إن السفن الحربية التابعة لأساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للغواصات التابعة، نفذت إجراءات للتحقق من عدم تعقب الغواصات الأجنبية لها في الأجزاء الشرقية من البحر المتوسط كجزء من المناورة البحرية التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن بيلاروسيا وروسيا قررتا مواصلة اختبار جاهزية قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ وسط مواصلة أنشطة عسكرية قرب حدود البلدين وتفاقم التوتر العسكري في دونباس. وأضافت الوزارة أن التدريبات المشتركة أظهرت جاهزية البنية التحتية لدى مينسك وموسكو للرد السريع على التهديدات العسكرية.
إن هيئة الأركان العامة في كل من جمهورية بيلاروسيا والاتحاد الروسي ستتخذان المزيد من الخطوات والاستمرار في التدريبات. قبل كل شيء ترمي هذه الخطوات إلى منع الحرب، ورئيسنا قال ذلك سابقا. نحن لا نريد الحرب، ومع ذلك لم يسمعوا منا أو لا يريدون سماع ذلك، ولهذا أنشأنا مجموعة قوة الرد إذا لزم الأمر. أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود الأوكرانية يقوم بها جنود بولنديون مع الجنود الأمريكيين الذين وصلوا أخيرا إلى بلاده. وفي تغريدة على تويتر كتب الوزير البولندي أن التدريبات تجري جنوب شرق البلاد. هذا وشكلت أوكرانيا وبريطانيا وبولندا تحالفا ثلاثيا جديدا في مواجهة الجانب الروسي. أكد مصدر عسكري يمني خاص للميادين بأن انتكاسة التحالف السعودي في حرض هي الأكبر في نوعها. المصدر قال للميادين أن التحالف شكل 10 ألوية سماها ألوية اليمن السعيد، ومن بينها كتيبتان سعوديتان ولواء من السودان ومن جنسيات مختلفة لمعركة حرض. المصدر أشار إلى أن العملية استمرت 6 أيام، فرض خلالها التحالف حصارا عسكريا على مدينة حرض قبل أن يتمكن الجيش واللجان من فك الحصار وفرض طوق عسكري أشمل وأكبر على قوات التحالف. المصدر لفت إلى أن التحالف أصيب بحالة انهيار كبيرة بعدما حصرت قواته وتعرضت لكمائن مميتة، ثم بدأت قوات الجيش واللجان بتوسيع نطاق السيطرة شرقا باتجاه جبل النار وجنوبا باتجاه مفرق عاهم، وحررت مناطق واسعة كان يسيطر عليها التحالف منذ عام 2018. وفي إطار دحضه مزاعم التحالف السعودي بشأن السيطرة على منطقة حرض الحدودية في محافظة حجة، وأزع الإعلام الحربي مشاهد توثق سيطرة الجيش اليمني واللجان على جبهة حرض، وتظهر المشاهد استهداف قوات التحالف السعودي وملاحقة آلياتها وإحراقها. الصورة أصدق إنباء. هكذا يرد الجيش واللجان الشعبية على مزاعم التحالف تلو المزاعم، وآخرها زعم السيطرة على جبهة ومدينة حرض شمال غرب محافظة حجة شمال غرب البلاد. فجاء الرد سريعا بهذه المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي، والصورة فيها أبلغ من الكلام. شردوا يا ربي لك الحمد. محمل يلا شارد يا ربي لك الحمد. شردوا يا ربي لك الحمد. لا يا الله تتجلى يا ربي لك الحمد. تحت أزيز رصاص الجيش واللجان وتقدمهم، فرت قوات التحالف من مواقعها تاركة خلفها عشرات الآليات والمدرعات المصفحة التي لم تسلم كما هي العادة من الأعطاب والحرق. نعم بفضل الله تصبح أبطال الجيش والجيش الشعبي سجد الشكر لله سبحانه. غنائم المرتزقة والمنافقين الذي نعم هذا الطقم المدرع، هذا من حد الغنائم حتى مقاتلات التحالف السعودي فشلت في الحفاظ على ثبات قواتها على الأرض. تلال حرض وجبالها تسقط تحت أقدام الجيش واللجان. هم أبطال الجيش واللجان الشعبية يقومون بالتقدم على مواقع العدو. هذه المجاهدون يقومون باقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي. المواقع خالية من قواتها باستثناء العتاد الذي تركه عناصر التحالف وهربوا كالعادة. المنافقين هذه بخائرهم هذه قذفة سلوس حق شيفين وهذه بلد والغنائم. جبهة حرض هي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. حتى محاولة التحالف التقدم معنويا وإعلاميا باءت بالفشل. فضل الله سبحانه وتعالى، والآن قادمين قدما إلى أبواب مدينة جيزان بإذن الله سبحانه وتعالى.
أفاد مراسل الميادين باستشهاد امرأة وإصابة أكثر من 8 من الأطفال والنساء إثر استهداف طائرات التحالف السعودي منزلا في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أدان العدوان على منازل المدنيين، مؤكدا أن الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بكين تختتم دورة الألعاب الشتوية الأولمبية. أهلا بكم من جديد. أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة عن إطلاق نار استهدف حاجز الجلمة شمال شرق جنين. وفي القدس المحتلة تصدى الفلسطينيون لاستفزازات عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن غفير والمستوطنين في حي الشيخ جراح. واعتدت قوات الاحتلال الليلة الماضية على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم وأجبرتهم على إخلاء الحي كما اعتقلت أحد الناشطين. في فلسطين المحتلة أكدت الحركة الأسيرة أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو بحرية الأسرى التامة. وفي بيان تحت عنوان انتفاضة السجون، دعت الحركة الأسيرة جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفات التضامنية اليوم أمام مقر الصليب الأحمر. كما دعت طلبة الجامعات إلى تنظيم أكبر عملية حشد والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كل المحافظات. ودعت أبناء الداخل الفلسطيني المحتل المدافعين بأجسادهم سادم عن الحق الأبدي بأرض فلسطين إلى تخصيص فعاليات هذا الأسبوع لدعم انتفاضة الأسرى. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا بكل جدية. وعقب لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في قمة ميونخ، أشار عبداللهيان إلى أن إيران قدمت كل الاقتراحات والمبادرات الممكنة، ولفت إلى أنه لولا مبادرات إيران الإيجابية لما بات الاتفاق قريبا إلى هذه الدرجة. كما شدد على ضرورة أن تتخذ أمريكا والدول الأوروبية الثلاث قراراتها السياسية وتثبت إرادتها للتوصل إلى اتفاق في أقل وقت ممكن. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن قلق تل أبيب الشديد بشأن الاتفاق النووي المتبلور. وفي مؤتمر رؤساء المجمعات اليهودية في الولايات المتحدة قال بنت إن واشنطن صديقة قوية، لكن تل أبيب هي الموجودة في المنطقة وتتحمل عواقب الاتفاق النووي. بالنسبة إلى إسرائيل وكل القوى الساعية إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، من المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى شرق أوسط أكثر عنفا وأكثر اضطرابا. المشكلة الكبرى في هذه الاتفاقية الحالية هي أن إيران بموجبها ستصبح قادرة على تطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بحرية. في سوريا يعكس تصاعد الصراع في مناطق السيطرة ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا فشل أنقرة في ضبط المسلحين التابعين لها، وهو ما يدفعها إلى العمل على إعادة ترتيب الأوراق للتخفيف من الفلتان الأمني والانتهاكات بحق المدنيين في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. تقرير رضا الباشا. قرار ما أطلق عليها اسم لجنة رد المظالم عزل قائدي مسلحي فصيل سليمان شاه فتح باب الصراع مجددا في مناطق سيطرة مسلحي ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا في أرياف حلب. بيانات مؤيدة وأخرى معارضة وضعت المنطقة أمام تجديد للصراع. القرار جاء في مضمونه عزله من منصبه وعدم تسليمه أي مناصب أخرى مستقبلية بسبب فرض الأتاوات والتعدي على حقوق الغير، بالإضافة إلى عمليات قتل واغتصاب. رفض مسلحو سليمان شاه قرار ما عرف بلجنة رد المظالم. أما ما يعرف بالحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض فقد أكدت تأييدها لقرار عزل زعيم فصيل سليمان شاه بعد صمتها لأيام. اعتراف بدا وكأنه ضوء أخضر من أنقرة التي دخلت على خط إعادة ترتيب الأوراق. بالنسبة لتركيا لا أعتقد أنها تريد التضحية بأبو عمشة. أبو عمشة هو عراب إرسال مسلحين إلى ليبيا إلى أقليم قيرباخ، وبالتالي نتيجة الخلاف النفوذ والمصالح بين تلك الفصائل تريد إبعاد أبو عمشة عن المنطقة بهدف الاستفادة منه في مهمة لاحقة.
محاولة أنقرة إعادة احتواء الأوضاع في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون لا تخفي حقيقة الصراع المتصاعد بين الفصائل المسلحة في المنطقتين المصنفتين من بين أسوأ المناطق في سوريا من حيث الفلتان الأمني وانتهاك حقوق المدنيين. مساع تركية لحل الخلافات بين الفصائل المسلحة لم تنقطع منذ السيطرة على منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، ما يعكس مجددا عجز أنقرة عن ضبط الفلتان الأمني وتحقيق ما ادعته مرارا عن إنشاء منطقة آمنة تكون ملجأ للمدنيين في الشمال السوري. رضا الباشا، حلب، الميادين. ونبقى في سوريا، حيث أفادت مصادر للميادين بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أعاد كل عناصر تنظيم داعش إلى مبنى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة على الرغم من إعلان قسد سابقا عن نقل السجناء إلى مكان أكثر أمنا. المصادر أشارت إلى أن التحالف وضع نقاط حراسة له على سطوح السجن وفي محيطه مع إجباره عددا كبيرا من عناصر التنظيم على حلق ذقونهم في خطوة قد تمهد لنقلهم إلى مناطق مجهولة. وأكدت أن الجيش العراقي تمكن من إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين من سجن الصناعة أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية. تظاهر آلاف المغاربة في العاصمة الرباط وفي 50 مدينة أخرى إحياء لذكرى 11 لانطلاق احتجاجات حركة 20 من شباط فبراير وتنديدا بموجة الغلاء. المتظاهرون رددوا شعارات تطالب بوقف ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما رفعوا شعارات أخرى تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش محملين إياه وحكومته مسؤولية الأزمة. وكان لافتا للانتباه رفع المتظاهرين العلم الفلسطيني. اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن خطوة تشغيل سد النهضة بنحو أحادي هي إمعان من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته. ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة بعد الانتهاء من عملية الاختبار والبدء في إنتاج الكهرباء. أحمد قال إن مصلحة إثيوبيا الأساسية هي توصيل الكهرباء إلى السكان. أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة الصينية بكين احتفالا باختتام الألعاب الشتوية الأولمبية. وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اختتام أولمبياد بكين الشتوي على الاستاد الوطني في العاصمة، واصفا التجربة بأنها لا تنسى. وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا بين مدينتي ميلانيو وكورتينا دامبيتزو بعد 4 أعوام. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئاسة الفرنسية تعلن موافقة بوتين وبايدن على عقد قمة بشأن أوكرانيا بناء على مقترح ماكرون. ولوغانسك تعلن مقتل شخصين في قصف للقوات الأوكرانية على منطقة سكنية. مصدر عسكري يمني للميادين: انتكاسة التحالف السعودي في حرض هي الأكبر في نوعها، والإعلام الحربي يوثق بالمشاهد انهيار قواته في المدينة الاستراتيجية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.